بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد من وصفاتي. هقدم لكم النهارده الكبيبه بكل تفاصيلها. خليكم معايا نشوف المقادير والطريقه مع بعض، وما تنسوش قبل الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ وصفتنا النهاردة بالمقادير. النهاردة هنعمل الكبيبة، وأول حاجة في مقاديرنا النهاردة المقدار الرئيسي وهو البرغل. البرغل دوت أنا بجيبه بنقعه في مية مغلية لمدة ساعة أو لغاية ما يطرى معايا، وبعد كده ببدأ أستعمله وأضيف عليه الإضافات بتاعة الكبيبة. أول إضافة عندي هضيف بصل مقطع، وياريت ما نكترش البصل لان كتر البصل بيخلي الكبيبة تفك واحنا بنقليها في الزيت. بعد كده هضيف البهارات على حسب ما انا عايزة، اهم حاجة طبعا الملح والفلفل. عندي ملح وفلفل وزعتر وكمان بهارات، كل الاضافات دي هضيفها للبرغل. بعد كده هضيف اللحمة المفرومة، وياريت اللحمة المفرومة تكون حمرة جدا، ما يكونش فيها يعني دهون كتير. دلوقتي هضيف مقدار اللحمة للبرغل والبصل. كده انا حطيت اللحمة المفرومة على البرغل وخلطة الكبيبة، هقلب المقدار ده كله مع بعضه واروح اضربه في الكبة وارجع لكم تاني. خليكم معي. ودي الكبيبة بعد ما فرمناها في الكبة طلعت بالشكل ده، فرمناها ناعم جدا. دلوقتي هنشكلها، هنشكل الكبيبة وهنحشيها باللحمة المعصجة. خليكم معايا. احنا بعد ما فرمنا خليط الكبيبة هنبدأ نحشيها ونشكلها. الحشوة طبعا المعتادة المتعرف عليها اللي هي اللحمة المفرومة المعصجة. اللحمة المفرومة المعصجة هي قدامنا، وعشان بقى تبقى كبيبة شامية على أصولها هنضيف لها مكسرات الموجودة عندك زي ما تحبي. عندك بندق، فستق، كاجو، ممكن لوز برضو، مش هيدور أي نوع مكسرات عندك مش موجودة عادي جدا، ممكن نعملها من غير مكسرات خالص. ودلوقتي هنبدأ نشكل الكبيبة، خليكم معايا. ودلوقتي بعد ما فرمنا خليط الكبيبة هنبدأ دلوقتي نشكلها ونحشيها. حشوة الكبيبة بتبقى في المعتاد يعني المتعارف عليه بتبقى اللحمة المفرومة المعصجة. ادي لحمة مفرومة معصجة، ممكن عايزة تحشيها جبنة براحتك. دلوقتي احنا ممكن نضيف، لو انت بقى عايزاها كبيبة شامي على اصولها صح، هنضيف مكسرات. عندك اي نوع مكسرات، عندك بندق، لوز، فستق، كاجو، اللي انت عايزاه. عايزاه من غير مكسرات خالص عادي جدا مش مشكلة. دلوقتي هنبدأ نشكل الكبيبة ونحشيها، خليكم معايا. دلوقتي هناخد قطعة من عجينة الكبيبة بالحجم اللي انت عايزاه، عايزاها كبيرة او صغيرة، هاخد حجم كده. وبعدين بصباعي الكبير هعمل تدوير في قلب الكبيبة كده، احاول يعني اخفف وارفع من سمك العجينة عندي عشان تطلع مقرمشة كويس. كده انا عملت التدوير. اجيب الخليط الحشو هبدأ أقفل
بالراحة كده، واعمل السحبة المعتادة اللي هي الشكل الكمتري للكوبيبة الشام بالشكل ده. هنشكل واحدة تاني من الكوبيبة، هكورها كويس كده، بعدين هعمل تجويف في النص بصباعي الكبير كده، احاول ارقق قوي الايه جدار الكوبيبة كده. لازم اعمل تجويف كبير علشان ياخد حشوة كتير. هحط كمان مكسرات معاها زي ما حضراتكم شايفين كده. هحاول اقفل بس انزل اللحمه علشان لما اقفل اللحمه ما تطلعش بره الكوبيبه. اقفل واعمل السحبه. هذه الكوبيبه نعمل واحده تاني. اعمل برضو واحده تاني عشان برضو في منتهى السهوله. بعملها كده كانها طبق وبحط الحشوه. ما انساش احط برضو مكسرات. بعدين اقفل تمام كده. عايزه اصغر من كده تعملي، عايزه تكبري تكبري براحتك. وهنستمر على كده لحد ما نخلص مقدار الكوبيبه. وده مقدار الكوبيبة بعد ما حشيناها كلها وشكلناها بالشكل ده. دلوقتي انا هحطها في التلاجة او في الفريزر لمدة ساعة او ساعتين، او عايزة حتى تسيبيها ليلة كاملة براحتك او تقليها في اي وقت. المهم بعد ما بتطلعيها بتنقليها في زيت غزير يكون سخن. ودي الكوبيبة بعد ما طلعناها من الفريزر. دلوقتي انا هسخن الزيت وهقليها فيه. ياريت يكون الزيت غزير، خليكم معي. وده الزيت بيسخن ودلوقتي هنحط عليه ونحط فيه الكوبيبة. دلوقتي هنضيف الكوبيبة. هسيبها تتحمر من ناحيتين وبعد كده اطلعها. ودلوقتي بعد ما حمرنا الكوبيبة هنقدمها. اول حاجة هفرش الطبق بالبقدونس. هعمل رشة بقدونس كده في الطبق.
هشيلها. وبحب مع الكوبيبة اقدم بطاطس شيبسي. وده طبقنا النهاردة، الكوبيبة الشامي. ودلوقتي هرش رشة بقدونس من فوق. وده طبقنا النهاردة، اتمنى يعجبكم وتجربوه. هنشوف الكوبيبة من جوه، نفتحها كده. ان شاء الله اقابلكم تاني في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامه.